لانه بيجي. صباح الخير، وينو الشيف؟ انت عم تحكي معي؟ شو اخر كلمه قلتي لي؟ قلت لك جنته بالبراد. اي اكيد، لانه الوصفه اللي بتعمليها هلا كارلا مش ممكن ناكلها هلا، مثل كيف الكاستر او كمان الجيلو او مثلا ممكن يكون رز بحليب نفس الشيء. طيب تفضلي. لكن بس بالاول شيف، بس لحتى نقول للمشاهدين اللي بخافوا ياكلوا كاستنا انه الكاستنا ما فيها دهن ابدا، هي اكثر شيء ماده نشويه مثل ما بيقولوا، فيها كثير معادن، فيها مغنيسيوم، فيها زنك، فيها فيتامينز. هلا طبعا الفيتامينز اللي فيها بيروحوا على النار، بس كل المعادن بيضلوا موجودين. ورح نفرجي تقريبا قديش بيطلع عنا سعرات حراريه بحوالي 100 جرام من الكستناء، يعني عم بيبينوا معنا كمان يعني 3 حبات او 4 حبات اكثر شوي، يمكن بيطلعوا شيء 4-5 حبات 100 جرام، يعني هودي بيطلعوا 60 جرام، يعني بعد يعني بعد بدك شيء حبتين. هلا مش عم نفرجيهم على بس الهواء، بس نحطها بالمايكرويف نفرجي المشاهدين كيف ممكن نحطهم. هلا مايكرويف شيء دقيقتين، يلا ونفرجيهم كمان ممكن تكون جاهزه. يعني انت بدك تحسب انه عندك حوالي 200 سعره حراريه اللي هن منهم كثار، اوكي بتقول 200 ل 5 او 6 حصص من الكستناء، بس بيشبعوا يعني وقتها تاكل 5 أو 6 كستناء بتاخذها مثل وجبه صغيره وبتشبع منها. انا بدي شيء 10. أنا 6 بيمشي الحال. غادة كم حبة كستنا؟ 3؟ أنا ما بعد ما بعد. برافو. السؤال أبدا كارلا مش مظبوط. وطبعا ككوليسترول ما في أبدا، دهون مثل ما قلنا كثير كثير قليل، وفي بروتين حوالي الجرامين ونص. هيدا للمعلومات الغذائية. طيب أنا متعجب من شغلة وحدة اليوم غير المعلومات الغذائية الحلوة تعطيناها. أول مرة بتكتبي بوصفتك زبدة. مظبوط. شو المشكلة؟ ما في زيت بالبلد؟ بطل في زيت يا غادة، بطل في زيت. هو هون اليوم الوصفة الشيف اللي رح نعملها أنا وياك مع الكستنا هو تحلية، مزيج من الكستنا، الشوكولا، الزبدة، برافو عليك، الزبدة والسكر. هلا إذا بدنا نعملها أخف فينا ما نحط زبدة. فيك ما تحطي بالخالص، لأنه آخر شيء فينا ندوب الكريم، الكريم دو مارون، دو مارون لوحده مع الشوكولا. مع شو بدك؟ يعني ما نحط زبدة؟ لا فينا نحط زبده مثل ما بدك. ما بدك نجرب من دون زبده؟ لانه انت هلا ايه، بس الشغله اذا بدك تجربي من دون زبده لازم نكون نحن على جنب دوبنا الشوكولا، وبعدين بس تدوب الشوكولا بتخلطي معه انت الكريم دو مارون. طيب هلا اذا كنا بدنا نعملها بهالطريقه، خلينا على موضوع الزبده حتى العالم مثلا شوي صغيره. طيب لكن نحط شوي صغيره، وانا بس بهالوقت بدي فرجي المشاهدين للي ما جاي على باله يقشر ويقص الكستنا. هلا هون الشيف انت قصيتهم بالنص، يعني بنقصها مشان شو؟ لحتى قبل اذا بدنا نسلقها بنقصها بالنص. ليكي كيف انا بس انت بتعملي فيها زي هيك، اوكي بشكل اكس، ساعتها هي بس تفتح. اذا بنطلع هون ليكي بنشوفهم، ليكي بيفتحوا بيصيروا كمان بطريقه جميله. وانت حطيت لنا بالمايكرويف هلا دقيقتين تنشوف بعد دقيقتين كيف بيصير، كيف بدهم يتزمروا. زمروا هلا بروح لعنده. واذا ما بدنا ابدا نتسلى بال نحن نقفي نقطع، فينا نستعمل الكريم، مش كريم دو مارون، جبت انا البيوري دو مارون او المارون المطحون اللي هو ما في بقلبه شيء غير طبعا مي وكسر مطحون، ومكتوب عليها هيك نشوف شو مكتوب عليها انا وياك. هون مكتوب بيوري دو مارون، اوكي لكن مكتوب شاتين يو او، يعني كستنا ومي بس. هيدي اللي بنجيبها لانه اذا جبناها جاهزه كريم دو مارون جاهزه بيكون فيها سكر كثير. هلا نحن حطينا كميه قليله من الزبده، بنرجع بنذكر مثل ما قال الشيف اذا ما بدنا نستعمل زبده ابدا بندوب الشوكولا بباماري وبعدين بنزيد عليه الكريم دو مارون. لك شو عم بعمل انا؟ اوكي شغله كمان سريعه يلي بده يستعمل كمان زبده. حطيت انا شويه سكر مع كمان الزبده وحطيت عليهم الشوكولا، هلا بلشوا يدوبوا. صار عندي هلا انا الشوكولا دايب ومطعم بالزبده ومطعم كمان شوي صغيره بالسكر، لانه الشوكولا اللي استعملناه ما في سكر. صحيح، اذا جبنا الشوكولا في سكر ساعتها شو بدنا نحط سكر اقل. اكزاكتلي. هلا عم يدوبوا هون، بس يدوبوا هلا فيك تزيدي انت الكريم. رح زيد الكريم دو مارون عليهم. طبعا نحن عم نعمل هيك لنشهل. فينا كمان نشتري المارون مثل ما جبت لي هون، هون مفقيين وبيكونوا او فروزن، او فينا نجيبهم بيكونوا بقلب مرتبين الحبه جاهزه. هلا انا خليك 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 نشوف هون اذا فيك. واو اوكي، انا حطيناهم دقيقتين. بليز اذا فيكي هون كمان تعطيني رايك، حطي ايدك عليهم. انا رح اخذ وحده. طلعي ها، اوه بجننوا، صارت عندنا اياها كمان مستويه خالص، خلص جاهزه. وفينا نحن نقشرها هلا عادي من دون اي مشكله. انتبهي على ايديك السخنين. ايه كمان عندنا هيدي الطريقه هلا
اللي انت عم تعمليها قدامي بدل ما نسلقهم او نشويهم. 100% هي طريقه سريعه لحتى كمان وراحت حتى القشره الجوانب. وكمان فينا نعمل كمان هون كمان نفس الشيء اللي عملتيه انت عندك، كمان فينا نشويهم بنفس الشيء. ها زدناهم شوي على يعني فينا كمان هودي اللي بنشتريهم هن زيتهم، هودي يا كارلا هن زيتهم بس مي وكستنا. مي وكستنا كمان وبنطحنهم. كمان وبنطحنهم اذا بدنا، وفينا نعملهم بهالطريقه كمان. وبنحطهم شقف بعد كمان بيطلعوا كثير طيبين. انا هون شيف بدي اذكر ما قلت قبل شوي انه الكستنا فيها كثير الياف، فيها فايبرز، مشان هيك وقت تاكل اربع او خمس حبات تشبع، لانه بهالخمس حبات فيها تقريبا 8 جرام من الالياف، تقريبا كانك اكل تفاحتين او حتى اكثر، كانك اكلت ثلاث تفاحات، مشان هيك بنشبع اكثر ولو كانت كميه الكستنا. مشان بنصح فيها للاشخاص اللي عندهم سكري، لان ما فيها انه النشويات بس ما فيها سكر كسكر، ولكل الاشخاص اللي عندهم سكري او كوليسترول دهون بتنصح فيها. بننصح فيها لانه بس مش كترتها. مش كترتها لانه بالنهايه بتجمع سعرات حراريه كثير قليله بده يخسر من وزنه، بس اذا ما عندنا مشكله وزن ما عليه اذا اكلنا قد ما بدنا كستنا لحد ما نشبع، لانه طبعا ممكن تاذي، ممكن تاذي شيء الكستنا ابدا. حتى الاشخاص اللي ما بيتحملوا ياخذوا القمح اللي عندهم السيلياك ديزيز، عندهم جلوتين سنسيتيفيتي او مثل نوع حساسيه على ماده الجلوتين اللي بالقمح او اللي بالشوفان، بنستعمل البيوري دو مارون، او اذا لقينا ما إذا منلاقي الطحين طحين الكستنا موجود أكيد نعمل فيه جاتو، نعمل فيه أي نوع من الطحين الصويا على صار بيستعملوه كمان. صحيح، وتعمل فيه جاتو وطعمته كثير طيبة وشكلها بجنن، بتعقدها لبلشوا كمان تدوبوا كمان هالكستنا. طلع كيف وصار عندنا، صار عندنا هالخليط هيدا، طلعي شوي 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 شوي، ونحن فينا من بعد نحن ما يدوبوا كل هالكستنا اكيد على السخن. انا ناشي اكيد على مهلك النار، على مهلي على او جواتي، حتى شو حتى ما يحترق عندي الشوكولا. الشوكولا ولازم دائما نكون عم نحركه. بنرجع نعيد بسرعه، اذا ما بدنا نحط زبده شو بنعمل؟ بندوب الشوكولا على ماء مليء وبنضيف عليه مين؟ شوية بيري دو مارو. انا اعطي الكميات بس لحتى الناس اللي يجي على بالهم يعملوها. اول شيء قلنا نحن لتقريبا كيلو من الكستنا حطينا 150 جرام من الشوكولا لنوار، احسن بيكون 120 جرام من الزبده و 120 جرام من السكر. اذا ما بدنا نحط زبده ما في مشكل، ما بتتاثر ابدا الطعمه، بالعكس بتطلع اخف. بقى فينا او نحط شوي مش اكثر من 20 جرام، او ما نحط بالمره وندوب الشوكولا على النار. فرجيني على البماري وفرجينا اول شيء. ها نشوفهم بلشوا ينزلوا بهالطريقه هون. اوه بجننوا. كريم انا رح العبي، بتطلع هي تقريبا مثل الكاسترد او مثل البودينج 100%. نحن هون عملنا هالكميه اكيد الصغيره، ما عملنا الكميه اللي قلتي انت عنها. ايه اقل بكثير، عملنا ربع الكميه. وانا كمان اذا بتسمحي لي رح اجي اخذ تزين لي حبه كاستنا هيك. اوكي او لا لا، بس هي حبه الكاستنا بتحطوها بس يبرد، يعني بس صحيح. يبرد كمان بتحطوها. وهون كمان بدي اقول شيف في طريقه بيعملوا فيها السور بنديكتين، الرهبات البنديكتين اللي من زمان مثل ما شفنا بالريبورتاج كانوا يعطوا كثير، بيعملوا مزيج بالكاستنا بس بيحطوا فيها كاستنا. وين عندك هون بلبنان؟ لا مش بلبنان، بايطاليا كانوا يعملوها على عيد الميلاد ويوزعوها للعيال الفقيره. الوصفه كثير حلوه، فيه بيكون بقلبها كستنا فاكهه مجففه طبعا مع مزيج من الطحين من المكسرات، وبتتقدم على شكل بودينج او كيك. كمان طريقه لتحضير الكستنا. مع الكستنا بننهي اليوم، بس نحن ناطرنا كمان نهار مع البيوش ونهار مع البانيتوني. والجنجر انا جنجر كوكيز. اوكي كمان لا بلشنا سري عيد الميلاد. حبيتي هيدي هون الشوكولا مع الكستنا لك غادة. انا بس قبل ما ننهي بدي اذكر المشاهدين او بدي اخبر المشاهدين انه رح يكون في عنا مثل نوع مسابقة خاصة لعيد الميلاد. كل الاشياء اللي عم بعملها مع الشيف شادي مع المعلومات اللي عم بعطيها لازم يركزوا عليها كثير، مش رح اقول شو المسابقة، بس جربوا قد ما فيكم احضرونا، لان رح يكون في عنا اسئلة خلال الشهر لها علاقه بالاشياء اللي عم بعملها حول عيد الميلاد بالنسبه للكستنا او غير مواضيع في اخرى. هلا في هدايا؟ في هدايا، مشان هيك لازم ينتبهوا يلي ما حضرنا هلا يحضرنا على اليوتيوب او صح. فهمنا انه خلص الوقت، فهمنا اوكي خلص سكتنا ميرسي لكم. رح ناخذ بريك وخليكم معنا لنتين. كون تعرف الله
التغمق بالله بيعطيك سيطرة على معرفة كل شيء، من الحشيش الصغير للوطن للسياسة، بحيث الله هو الكائن الأسمى وكل شيء بدنا نشتغل فيه بالعالم. إن كنا بدنا نخلق كائن صغير اسمه العلبي أو اسمه المدرسة أو اسمه الحكومة، هذا كائن. لما منعرف الكائن العظيم اللي اسمه الله منصير نتقن هالكائن الصغير.